نرحب بكم شديد الترحاب في إسبانيا التي تستقبلكم بحفاوة تتناسب مع كرم الضيافة الذي طالما أبديتموه لنا. إن تواجدكم هنا هو دليل على العلاقات التاريخية المميزة بين بلدينا وبين مملكتينا، وأيضا على الصعيد الشخصي. نرحب بكم في تاريخ أو في يوم مهم وعاطفي بالنسبة لي وبالنسبة لجلالة الملكة في مثل هذا اليوم. من 19 من حزيران لعام 2014 قمت بحلف القسم المنصوص عليه في دستورنا أمام البرلمان لأصبح ملكا للبلاد، وعلى طول السنوات التسع الماضية حاولت أن أقوم بكل واجباتي من خلال بشعور من الواجب والاحترام المؤسسي، احتراما للالتزام تجاه الشعب الإسباني والقيم والمبادئ المنصوص عليها في دستور إسبانيا، الدستور الذي يؤكد على أن الملكية في إسبانيا هي رمز للوحدة والديمومة. تشاركت في ذلك 19 من حزيران مع جميع الإسبان قناعاتي ومشاعري والتزامي، وما زلت أتمتع بتلك القوة التي كنت عليها في ذلك اليوم. في اليوم الأول لم تتغير هذه القيم مع مرور الوقت، ولكنها تعززت وأصبحت أكثر قوة وألتزم بها كملك للبلاد. وجودنا اليوم في هذا القصر الملكي يجعل تلك المشاعر المرتبطة بذلك التاريخ أكثر حضورا. حكمت أجندة هذه الزيارة على أن تتصادف هذه الزيارة زيارة جلالتيكم لإسبانيا، وتأتي أيضا في إطار جولة جديدة من اجتماعات العقبة التي ستعقد يوم غد في قرطبة، وهي سبب رائع وكبير من أجل تذكر ذلك التاريخ المهم بالنسبة لي. صاحب الجلالة، نحن ملوك الأردن وإسبانيا تربطنا علاقة مهمة وتربطنا تفاهم مشترك وعلاقة وطيدة، وعلى جانبي المتوسط رأينا في بلدينا لنقل دليلا على التعايش المشترك الديمقراطي وعلى التقدم والازدهار والحداثة والتطور والمساهمة في عملية السلام في المنطقة وفي كل العالم. يوم سوف نكون في منطقة في قرطبة يوم غد، وهي المدينة الرمز التناغم والتعايش والسلام، وهي الرسالة التي وجدت صدى في كلام جلالتكم قبل أكثر من عقدين عندما تحدثتم. سوف أقوم بذكر كلامكم حرفيا، قلتم أننا معا يمكننا أن نخلق عالما يستطيع فيه السلام أن يكون حقيقيا، وكل إنسان يمكن أن يزدهر ويشارك في تطلعات هذا القرن. هذه هي الأسباب التي تجمعنا هنا اليوم، هي قيم عالمية ولكن تتعرض لبعض التشكيك بسبب التحديات الموجودة في أماكن كثيرة من العالم. ونتحدث عن واحد من أهم التحديات، وأعني هنا العدوان الروسي الظالم على أوكرانيا الذي انتهك لنقل سيادتها وانتهك أيضا وحدة أراضيها. إن رفضنا الكامل والكبير لاستخدام القوة جاء منعكس في أكثر من 4 قرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة عندما صوتت الأردن من أجل احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ولكن للأسف إن المنطقة التي نعيش فيها أو هذا الإقليم تعاني من صراعات أخرى، ودائما كانت تتمثل بكثير من فقدان الأشخاص وفات الكثير من الأشخاص. وأتحدث هنا عن فلسطين، وأنا أود أن أعرب عن امتناني الكبير لجهود المملكة الأردنية الهاشمية لمساهمتها في إيجاد حل عادل ودائم. هذا مهم جدا ويجب أن يرتكز دائما على
حل إنشاء دولتين، وهو الحل الذي يجب أن نلتزم به ونحافظ عليه. إن وصايتكم على القدس الشريف والمسجد الأقصى الذي يعترف بها كل المجتمع الدولي وإسبانيا خاصة هي مهمة جدا في هذا السياق. تتطلع إسبانيا للعمل المستمر مع الأردن من أجل حل هذه الصراعات بناء أو استنادا على الشرعية الدولية، وهو ما جعلنا نبدأ مؤتمر ننظم مؤتمر مدريد للسلام عام 91 وعملية برشلونة عام 95، وهو الاجتماع الذي انبثق عنه الاتحاد من أجل المتوسط الذي تتشارك الأردن الآن رئاسته. إن الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي الذي سوف تتولاها إسبانيا خلال أيام سوف تمنح لنا الكثير من الفرص من أجل ازدهار وتقدم هذه الأجندة وعلى توطيد العلاقات الشراكة المهمة بين الاتحاد الأوروبي والأردن والتي تحظى بكل دعمنا. أود أيضا أن أبرز في هذا المقام كرم الضيافة وحسن الضيافة الذي أبدته الأردن عندما استقبلت مئات الآلاف بل ملايين اللاجئين السوريين، وهو نفس الكرم الكبير الذي تحلت بها الأردن عندما فتحت أبوابها لآلاف ومئات الآلاف الفلسطينيين والعراقيين وغيرهم الذين هربوا من الصراعات والحروب. أود أن أركز أيضا على قيادتكم لجهود العربية من أجل التوصل إلى حل دائم للأزمة السورية، حل يجب أن يكون عادلا ويجب أن يكون تحت مظلة قرارات الأمم المتحدة. إن مساهمتكم في التعاون الدولي والسلام الدولي والأمن هي شيء آخر أو ملف آخر مهم جدا بالنسبة لبلدنا الذي وهو ما سنقوم بدعمه دائما. أتطرق هنا إلى لنقل محادثات العقبة أو أجندة العقبة والتي تشكل حجر الرحى في الصراع أو في النضال أو الصراع ضد الإرهاب أو الحرب على الإرهاب. ونحن هنا في إسبانيا نتذكر دائما تجربتنا السيئة والمأساوية مع الإرهاب، ودائما قواتنا الأمنية وأجهزتنا الاستخبارية والقوات المسلحة تساهم في هذه الحرب. نرفض دائما هذا الطاعون العالمي وهذه الجريمة المنظمة والإرهاب والتي ليس لها بديل وليس لها أي طريق آخر إلا العنف، وخاصة هنا في منطقة الساحل المجاور لنا. إن الأردن هو حجر الرحى في التوازن الإقليمي وهو مهم جدا للاستراتيجية الأوروبية والإسبانية. رؤيتكم يا صاحب الجلالة، رؤية الأردن 2025، هي تأتي لتؤسس إطار من أجل تحريك جميع الجهود المجتمعية من أجل التركيز على الشباب وعلى قطاعات المرأة من أجل بناء أردن أكثر ازدهارا ودائما من خلال التعاون بيننا وبين الاتحاد الأوروبي والأردن. تريد إسبانيا أن تستمر في مصاحبة وفي دعم عمليات الإصلاح التي تقودها جلالتكم في الأردن لكي تكون مثمرة دائما، وأيضا أمام الوفد المرافق لجلالتكم والذي يرافقنا اليوم. أود أن أشير إلى أن الشركات الإسبانية التي تود أن تعمل في الأردن تزداد عددا يوما بعد يوم، تريد أن تساعد الأردن في لنقل بناء بنيتها التحتية في قطاع الطاقة المتجددة والمياه، كما يزداد عدد السياح الإسبان الذين يزورون بلادكم ويتمتعون هناك ويستمتعون بكرم الضيافة الأردني. اتفقت حكومتي بلادنا اليوم على لنقل على بناء علاقات استراتيجية أقوى مستندة إلى علاقاتنا التاريخية وصداقتنا الكبيرة وقيمنا المتمثلة بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما أود أن يتبلور قريبا حتى نتقدم سوية معا في جميع المجالات. قبل أن أنهي خطابي أود أن أجدد شكري لكم على زيارتكم لإسبانيا، يعرب لكم عن بالغة أمانية لكم ولعائلتكم الملكية بالنجاح والتوفيق، وأنا متأكد أن وجودكم هنا وجود الأمير صاحب السمو الملكي الأمير هاشم معكم سوف يسمح لكم بتعزيز وتقوية العلاقات التي تربط بين بلدينا.
وأود مرة أخرى هنا أن أستغل هذه المناسبة أن أهنئكم بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين إلى سمو الأميرة رجوة، وأود أن أقدم التهنية إلى العائلة الملكية وإلى الشعب الأردني. كما وسبق ذلك زفاف ابنتكم سمو الأميرة إيمان إلى ألكسندر، جميل ألكسندر، وأتمنى لهم كل السعادة، وأتمنى لكم كل السعادة والتوفيق بقيادتكم للشعب الأردني والمملكة الهاشمية الأردنية ولدوركم الهاشمي والقيادية في المنطقة من أجل عمل أكثر استقرار. شكرا، أهلا وسهلا بكم وشكرا جزيلا.